نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا محبته وارزقنا شفاعته، واسقنا يا ربي بيدي رسول الله شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين، واقض اللهم الدين عن المدينين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأكارم، باب الليلة في باب الشمائل، شمائل النبي محمد، باب ما أحلاه. هل تعرف ما هي أسماء النبي محمد؟ هل تعرف ما هي إخوتي؟ ما هي أسماء النبي محمد؟ تفضل شيخنا وانت قاعد أخوي. الله يرضى عنك يا رب ويحفظك. خمسة أسماء ذكرهم أخي بالنص. صليت؟ نعم. أيوة صحيح صحيح. الله يفتح عليك. صحيح. الله يفتح عليك، جزاكم الله خيرا، صدقت فعلا. فذكر الإمام الترمذي أسماء النبي محمد، نتعلمها يا إخواني، ولا تنسب لرسول الله ما لم يكن لرسول الله، فلا تؤلف أسماء. هناك من يمدح النبي فيقول له أنت الأول وأنت الآخر، هذا لم يكن إلا لله، هذا سوء أدب مع رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم الأمة التوحيد. يوما من الأيام قال له رجل: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت في مشكلة دي؟ ما شاء الله وشئت. قال: يا رجل، أجعلتني لله ندا؟ بالواو دي بس، إنما قل ما شاء الله فقط. زي ما أنت بتقول كده وما تاخدش بالك، سيب الموضوع ده على الله. وإيه؟ لا يا برنس، ما تقولش الكلمة دي تاني، قول سيب الموضوع ده كله على الله إن شاء الله. عايز تدخل داخل نفسك قول إيه؟ ثم علي. جميل يا إخواني. الشاهد أسماء النبي، وما من اسم من أسماء النبي إلا وله معنى وصفة، وقد اختلطت الآراء والأقوال، ولكن النبي أثبت لنفسه هذه الأسماء فلا نزيد عليها. صليتم على رسول الله. تعالوا نبدأ بأول حديث ذكره الإمام الألباني، الإمام الترمذي في كتاب شمائل النبي. يقول أي الإمام الترمذي: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله، يبقى مين اللي بيتكلم؟ سيدنا النبي مباشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء. أنا لي أسماء، سيدنا النبي يقول كده. يا جماعة الخير، أنا لي أسماء، سيدنا النبي يقول كده. فأنت ما تألفش، ما تقولش ده والله اسمه كذا، اسمه ياسين، اسمه المصطفى، اسمه مش عارف إيه، لا. قل عن رسول الله ما قاله النبي عن نفسه. قال النبي محمد: إن لي أسماء، إن لي أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد معناه يا إخواني في الله أي المحمود في الدنيا والآخرة، المحمود في الأرض وفي السماء. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا تحتاج. وقد ذكر أن اسم النبي محمد على ما أعتقد في القرآن 5 مرات: محمد رسول الله. صليتم على رسول الله في سورة، في أواخر سورة الفتح. قال مولانا: سورة كاملة تسمى بسورة محمد. قال ربنا تبارك وتعالى بعد الصلاة على رسول الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال مولانا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. قال ربي تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، قد قبلهم الرسل. صلينا على رسول الله، فهو المحمود صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذا هو الاسم الأول. الاسم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أحمد. وقد ذكر في القرآن أحمد
صليتم على رسول الله، وذكر في جميع الإخوان في الله في التوراة في العهد القديم والجديد باسم أحمد، ولكن بطرياك يعطيك اسم محمد. صليتم على رسول الله باللغة العبرية. جميل يا إخواني، يا ربي صلي على سيدنا رسول الله. فقال أنا أحمد، فأين كلمة أحمد في القرآن الكريم؟ في سورة الصف على لسان سيدنا عيسى. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا معنى كلمة أحمد أي أن النبي محمد أحمد الحامدين لله، ما حمد أحد يا إخواني في الله الله كمثل رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، حتى في عرصات القيامة يوم القيامة وفي أهوال القيامة، والكل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء تأتي الأمم إلى جميع الأنبياء، يا آدم أما ترى نحن ما فيه، يا آدم اشفع لنا عند ربك يا آدم، فيقول لهم آدم عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح، يا نوح أنت أول رسول، ويقولون يا نوح اشفع لنا عند ربك، فيقول مثل ما قال آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى خليل الرحمن، يا خليل الرحمن أما ترى فيه من أهوال وما ترى، والشمس قد دنت من الرؤوس، ويتمنى الناس أن يتحركوا ولو إلى النار والعياذ بالله لشدة الهول، كأنهم يقولون أن النار أرحم. صليتم على رسول الله، فيقول خليل الرحمن إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى موسى، موسى الكليم، يا كليم الله أما ترى ما احنا فيه. خلي بالك كل الأمم من آدم صليتم على رسول الله إلى أمة سيدنا عيسى عليه السلام، الكل يسأل، فيقول لهم سيدنا موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا اذهبوا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى نبي الله عيسى، خلقك الله من بيديه ونفخ فيك من روحه، يا عيسى يا نبي الله اشفع لنا عند ربك، فيقول لهم مثل ما قال إخوانه من الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، فيأتون النبي محمد. ومن الذي أرشدهم إلى النبي محمد؟ عيسى عليه السلام، لهم اذهبوا إلى محمد. صليتم على رسول الله، فيأتون النبي محمد فيقول لنا اشفع لنا عند ربك يا محمد، فيقول أنا لها. الله 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 الله، والله العظيم الحمد لله أن لنا شفيع. والله إن تخلى عنا الشفعاء فلنا الحبيب المصطفى. والله فيأتي النبي محمد فيقول فيفتح الله علي من المحامد، ربي علمني من المحامد، فينادى علي وأنا ساجد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله 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 الله. الشاهد أن أحمد أي أحمد الحامدين لله رب العالمين، هذا هو الاسم الثاني. الاسم الثالث قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فعلا قد طغى الكفر صليتم على السلام، وعبدت الأصنام في جزيرة العرب صليتم على رسول الله، وكان الواحد يعبد الحجر والشجر، حتى جاء المصطفى فقال لهم إن للحجر وإن للشجر وإن للبشر وإن لكل المخلوقات إله واحد لا إله إلا هو. صليتم على رسول الله، فمحى الله برسول الله الكفر، محى به الظلمة، لأنه كانت الناس يعيشون إخواني في ظلام دامس، فجاء النبي بالنور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يبقى الاسم الثالث الماحي الذي محى الله به الكفر. الاسم الرابع قال وأنا الحاشر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي معناها يعني صليتم على رسول الله بأبي وأمي صلوات الله عليك سيدي يا رسول الله، أي أنه يتقدم الناس يوم القيامة في الحشر، فالأرض يا إخوتي أول من تنشق عنه الأرض هو سيدنا النبي محمد، حتى على الأنبياء
من آدم إلى كل المخلوقات. فأول من تنشق عنه الأرض هو سيدنا النبي، وبعد ذلك يحشر الناس على قدمه. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب، صليت مع رسول الله، ليس الذي ليس بعده نبي. وفعلا يا إخوتي ليس بعد النبي نبي، والدليل من القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يبقى أسماء النبي هي إخواننا خمسة: قال أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة، وأنا العاقب. قالوا لفظة والعاقب الذي ليس بعده نبي قيل أنها ليست من كلام رسول الله، إنما هو تفسير كلام سيدنا الزهري رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الحديث الأول، صليتم على رسول الله. ومن جميل المواقف أو المواقف يا إخواني واللطائف أن النبي محمد صان الله اسمه الآن على مستوى الكرة الأرضية رقم واحد في الأسماء سيدنا النبي محمد، رقم واحد في الأسماء على وجه الأرض بمسلمهم بكافرهم، رقم واحد اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ما أعتقد والله أعلم ربما ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه اسم محمد، صح الكلام ده ولا غلط؟ اثنين يا إخواني في الله، أنا أقول لك ربما يكون في دول يا إخواني شرق آسيا والبلاد يا إخواني ربما ما يكون من أسرة مكونة من ثلاثة وأربع إلا محمد. حتى يا إخواني في الله عند إخواننا في باكستان إن دايما الاسم مركب، يقول لك محمد زين العابدين، محمد سليمان، محمد زين الزمان، محمد مش عارف إيه، هو اسم واحد بس يركب اسم محمد وعليه أي اسم تاني. فرقم واحد صلى الله عليه وسلم، قد صدق ربي حينما قال: ورفعنا لك ذكرك. دايما واحد يحتاج إلى ولد عشان يقول ولد مين ده، يقول ولد أبو إسماعيل صليتم على رسول الله، ولد عم ناصر، صح يا عم ناصر؟ بس اسمك على ناصر انت؟ ماشي عم ناصر صليتم على رسول الله، يقول لك عايز انا ولدي يحمل اسمي. فجاءت الأمة كلها تحمل اسم النبي محمد صليتم على رسول الله. طيب فقال النبي محمد، يقول لك ومن الموافقات اللطيفة أن المشركين كانوا لما يزمون النبي محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواتي أن المشركين كانوا يزمون النبي محمد، عايزين يزموا اسمه ويشتمون النبي محمد، فكانوا يزمون النبي ويشتمون النبي، ولكن كانوا ماذا يقولون؟ اسمع ماذا قال النبي، قال: ألا تعجبون، ده كلام سيدنا النبي رواه الإمام البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف صرف الله عني، صرف الله عني شتم قريش ولعنهم. صرف الله عني إيه؟ هم بيشتموه، بس ربنا تبارك وتعالى يا إخواني في الله سيدنا النبي يقول إيه؟ هم يشتمون شخصا مش هو أنا. كيف؟ اسمع، قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مزمما. هم كانوا ليه؟ لأنهم كانت قريش تقول إيه؟ مزمم أبينا المشركين كانوا يقولوا للنبي كده، مزمما أبينا ولدينه قلينا، صليتم على رسول الله. فكان النبي محمد يقول: اسمعوا إلى قريش تشتم مزمم، بدل ما يقولوا إيه محمد كان يقولوا إيه مزمم، يقول يشتمون ويسبون مزمم، أما أنا فمحمد صلى الله عليه وسلم. شفت يا أخي التواضع والجمال بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر بسيط جدا يا إخواني، جميل يا إخواني، زي واحد بيقول الواحد يا حمار راح ما ردش عليه، صليتم على رسول، بسيط. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو يمر ليلا فاصطدم برجل نائم في الطريق، صليتم على رسول الله، فاصطدم برجل نائم في الطريق فقال له: أحمار أنت؟ أنت بيكلم مين؟ أنت مركز؟
وفي رواية قال أأعمى أنت؟ فوقف سيدنا عمر بن العزيز إلى الرجل ومعه أصحابه، مع أصحابه بالليل، سيدنا عمر كده كانوا يأنسون بالليل يتفكرون، فنظر إليه عمر بن العزيز وقال لا يا أخي، لست أنا بحمار، جزاك الله خيرا، هل لك عندنا حاجة نقضيها لك؟ الشغل ده بالله عليكم. فالناس بيقولوا له أمير المؤمنين ده بيقول لك أنت حمار. قال لا، رجل يسألني، في واحد بيسألني بيقول لي أنت حمار، فواجب على عمر أن يقول له أنا مش حمار، غلطت، خلصت، صليت مع رسول الله. احنا بتوع مشاكل، الله مستر علينا يا رب العالمين. كنا تقول له حمار، ده انت حمار وابن حمار، ونحمر الحمير كلها يا اخواني، مش عارف الكلمه دي صح ولا غلط. ايوه يا اخوان، قادوا في موضوع الحمار ده يا اخواني. قال مر رجل مع ابنه، كان رجل حكيم جدا، وهو يمسر في الطريق فاعطاله رجل لمسه كتف كده، ضرب كتف كده الواحد بدون ما يقصد الرجل الكبير بالسن ده. فالرجل ده قال حمار انت؟ قال لا يا بني، جزاك الله خيرا، أنا فلان. أنت حمار؟ لا أنا فلان. ثم انصرف. فالابن قال لأبوه يا أبي كيف يتطاول عليك يا أبي الاستكانة والهم والغم، صليت مع رسول الله؟ قال يا بني ماذا كنت فاعل أنت لو مكاني؟ قال سوف ترى. مرت الأيام، فالابن معدي من الدم أبور فاصطدم واحد، فالرجل قال له أحمار أنت؟ قال لا أنت حمار. قال والله أنت الحمار. قال والله أنت حمار، والله أنت حمار. وأخذ كل كلمة الحمار رايح جاي. المظلوم فيه في الموضوع ده كله مين؟ الحمار. صليتوا على رسول الله، أنت حمار. لا أنا مش حمار، والله أنت الحمار وابن حمار. قال ده أنت حمار واللي واقف أبوك ده حمار. فأمسكوا في خناق بعض، صليتم على رسول الله. فجاء ثالث قريب لابن هذا الرجل فوجده يتعارك. كيف تعارك؟ قال يقول حمار، بل انت حمار واللي معك. فدخل معهم الثالث مين؟ على الخط، كله ده عشان لفظه. فجاء رجل رابع فقال يا إخوتي ألا تفصلون بين هؤلاء الحمير؟ أتتفرجون عليهم وهم يتعاركون تعارك الحمير؟ فأمسك الرجل بولدي قال يا بني، يا بني لو اتبعت أثري وقلت مثل ما قلت ما ضيعت وقتك وما تجهم أحد على عرضك، لكن حيشتمك أحد بابوك ولا بأمك ولا خلصت. لو أنت قلت له وهو بيسألك أنت حمار، كما تقول له والله أنا مش حمار، السلام عليكم. يا مظلوم معنا يا حمار والله، ماشي نخلوها علينا. الشاهد أيها الإخوة الأكارم، الحديث الذي بعده يا إخوتي زود لأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ازداد العدد إلى 7. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال سيدنا حذيفة لقيت النبي في بعض طرق المدينة، معدي في الطريق فوجدت النبي محمد، فقال رسول الله أنا محمد، وإحنا قلنا عن وأنا أحمد اللي جاي هو المختلف، وأنا نبي الرحمة، وأنا إيه؟ نبي الرحمة، وصدق النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني يجوز أن تقول من أسماء النبي نبي الرحمة، بس ما تقلش من عندك وتقول نبي التواضع، نبي الجود، نبي الكرم. طب هو ده كلها صفات، وكل النبي تربع عرش، لكن لم يثبتها النبي وإن كانت ثابتة للنبي. 2 قال ونبي التوبة، ونبي إيه؟ التوبة. من أجمل المنن على أمة النبي محمد بعثة النبي، لأن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والتوبة جاءت مع رسول الله. الاسم الذي بعده قال وأنا المقفى، وأنا المقفى أو المقفي،
الكسر أو الفتح. قالوا المقفى يعني الذي يتبع أثر الذي قبله، والنبي محمد اتبع أثر الذين من قبله من الأنبياء. قال له ربنا فبهداهم اهتدي. صليتم على رسول الله، فجاء النبي بمثل ما جاء به من الأنبياء، وزاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنا الحاشر، ومرت علينا آخر لفظة قال فيها النبي محمد وأنا نبي الملاحم. والملاحم أي مفردها ملحمة، والملحمة بمعنى الحرب. ليه يا إخواننا قلنا؟ لأن النبي آخر نبي، وهذا إشارة ودلالة على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى مماته وهو يحارب، وهو يدافع عن نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن للنبي محمد كما ذكر الإمام الترمذي أسماء: محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي. صليتم على رسول الله. ثم زاد في الحديث الآخر قوله: نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الإيه؟ الملاحم. صليتم على رسول الله. إذن يعطون على ما أعتقد ثمن أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عفوا، والمقفة وأنا نبي المقفة تعطينا 9 أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأبي وأمي صلوات الله عليه. وكثرة الأسماء والمسمى واحد، هذا دليل على عظم شأنه وعلى علو قدره وشرفه. فكان أشرف الناس هو رسول الله، وأعظم الناس هو رسول الله. لأجل ذلك تعددت الأسماء لرسول الله. أسأل الله أن يرزقنا محبته، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يسقنا بيدي رسول الله شربة هنيئة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا ربنا على القوم الكافرين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر عبادك في فلسطين، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم قوي شوكتهم يا رب، اللهم قوي شوكتهم يا رب، اللهم صوب وسدد رميتهم، صدد سميتهم. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بالعجائز، رحماك بهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.